للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بابرس. كريم، هل لك أن تطلعنا على الجديد حول المساعدات التي تصل من المختلف الدول وذلك إلى مطار إلى مدينة ومعبر رفح، ويعني كم هذه المساعدات التي وصلت حتى الآن والاستمرار وتواصل وصول هذه المساعدات؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتم، هذه المساعدات الإغاثية ما زالت مستمرة منذ بداية العدوان على الأشقاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، لم تتوقف منذ أن فتحت مصر الجو في مطار العريش الدولي لاستقبال جميع المساعدات، سواء كانت لوجستية أو مواد غذائية أو مستلزمات طبية وأيا كان نوع هذه المساعدات، ليتم إيصالها إلى الأشقاء في فلسطين عبر الهلال الأحمر المصري. نتحدث عن وصول أكثر إلى الأشقاء من فلسطين أكثر من 70 شاحنة حتى الآن، بالإضافة إلى شاحنتي وقود هذا خلال الأمس واليوم. نتحدث عن هذه الشاحنات وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني. ربما تعرقل دائما قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات، حيث أنه يتم تجهيز مئات الشاحنات يوميا. اليوم فقط أكثر من 100 شاحنة تم تجهيزهم بالفعل أمام بوابة معبر رفح المصري، ولكن تكدس الشاحنات في الناحية الأخرى عند الجانب الفلسطيني هو ما منع دخول هذه الشاحنات، حيث أن قوات الاحتلال هي من تعرقل دخول 70 شاحنة خلال 3 أيام فقط، أي أقل من 20% من المعتاد حتى خلال أيام الهدنة. ولكن هذا لا يمنع أيضا وصول عدد من الطائرات محملة بالمساعدات الغذائية التي تنتقل إلى المخازن، ثم بعد ذلك تتحرك إلى معبر رفح المصري، وأيضا خروج عدد كبير من المصابين ليتلقوا العلاج من الأشقاء الفلسطينيين. حضر اليوم إلى الأراضي المصرية ما يقرب 19 مصابا، وأيضا خروج عدد كبير من مزدوج الجنسية. بشكل عام وصل عدد الطائرات الذي وصل إلى مطار العريش الدولي حتى الآن أكثر من 280 طائرة، بالإضافة لعدد كبير أيضا من شاحنات الوقود التي دخلت إلى معبر رفح المصري. تحدث عن أقرب من 180 ألف لتر من الوقود دخلوا بالفعل إلى الأشقاء فلسطين، مع استمرار بالطبع هذه المساعدات والمجهودات المصرية لعبور هذه المساعدات إلى الأشقاء فلسطين. أشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية كريم بابرس من مدينة العريش، شكرا جزيلا لك.